وكأن العالم فرحان لميسي أكتر ما هو فرحان للأرجنتين، وكأن الناس كانت بتشجع التانجو الأرجنتيني عشان خاطر ميسي يختم مشواره بالتتويج ببطولة كأس العالم، وكأن ميسي لو كان ختم مشواره بدون لقب بطل كأس العالم كان هيبقى يعني ناقصه كتير. لكن خلينا نتفق على حاجة، وأنا ما كنتش من الناس اللي بتشجع الأرجنتين، وأنا كنت قايل ده وموقفي كان واضح بمنتهى الصراحة، إنه نسخة الأرجنتين اللي فازت بالبطولة دي تختلف تماما عن أرجنتين 78 اللي توجد باللقب على حساب هولندا، وتختلف جملة وتفصيلا عن أرجنتين المكسيك 86 اللي توجد باللقب على حساب ألمانيا، نسخة طبعا دييجو أرماندو ومارادونا الأشهر. الأرجنتين في النسختين دول كانت متوحشة، كان منتخب قوي، كان منتخب عنيف، لكن نسخة 22 أعتقد لعبت بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة، دحلبت كده سنة بسنة، خطوة بخطوة، ماتش بماتش، لغاية لما قدرت تنجح في التتويج باللقب. لكن ما نقدرش نقول غير مبروك طبعا لعشاق التانجو الأرجنتيني، ومبروك لجمهور ميسي على تتويجه باللقب، ومنهم اتنين كانوا متوقعين تتويج الأرجنتين باللقب، بلال محسن وأحمد مصطفى، ضيوفنا محللي الكرة العالمية طبعا، وضيوفنا النهاردة في السادسة. نرحب بيهم بداية، نقول لهم أهلا وسهلا بيكم في السادسة ومبروك يا رجالة. اهلا بحضرتك طبعا يا استاذ احمد، واهلا بكل الساده المشاهدين. وزي ما قلت لحضرتك يعني اللي يراهن على ميسي ما يخسرش، وهو كان عند حسن وينه ميسي ميسي وينه كسرنا عينه، ميسي بطل العالم. بطل العالم. اهلا بيك يا احمد، دايما مبسوطين واحنا معاك، ومبروك لميسي طبعا ولكل يعني مشاهدي قناه النادي الاهلي، وطبعا مش عايز اقول ان في فرنسيين مبسوطين بفوز ميسي اكتر، وفي فرنسيين غضبانين جدا جدا يعني واضح ان العلاقه هتبقى متوتره، مش عارف هيرجع مبابي ومع مبابي. انت طبعا شفت صور انا متوقع جداً. رحيل واحد منهم عن انا متوقع بنسبه كبيره، يعني في توابع بطوله كاس العالم على فريق بي اس جي. الصور والتعبيرات ملامح مبابي باينه جدا، غضب شديد، وطبعا ما ننساش ان عقد مبابي يديله احقيه برحيل اي لعيب. فدي طبعا شفنا طبعا الرئيس الفرنسي طبعا نزل بنفسه ان هو بيواسيه. فدي لقطه يعني من اللقطات اللي انا شايف ان هي كانت مميزه جدا في المونديال، فاعتقد باين قد ايه اهميه ميسي اهميه امبابيه في فرنسا. طبعا دي حاجه بقى تصب في مصلحتنا احنا كمشجعين لريال مدريد، ان امبابي ان شاء الله ينتقل لريال مدريد بقى احنا نصطاد في انا سامع عن عرض خرافي، مش عارف ده حقيقي ولا هو كده يعني. كده يعني هو طبعا انت حضرتك عارف يا استاذ احمد ان 9 اصفار تقريبا موضوع اصلا انتقال امبابي لريال مدريد كان شبه تم خلاص، ولكن طبعا التدخل حتى على المستوى الرسمي ومستوى رئاسه طبعا انت عارف حضرتك ان برعايه قطريه باريس سان جيرمان علشان خاطر موضوع كاس العالم والكلام ده، فالموضوع كان خارج عن اراده امبابي شويه، ولكن انا بشوف ان هو تاجل انضمامه لريال مدريد لوقت لاحق ان شاء الله. بعدها بقى ينطلق مشوار امبابي مع ريال مدريد ان شاء الله يبقى حاجه. انا هاجي للرعايه القطريه وهاجي نسخة المونديال، بس انا خليني بس يعني بحب دايما ايه اقف عند الحتت اللي ممكن تكون مفيدة لينا. يعني زي ما ناس كتير شافت انه ما ينفعش ميسي يختم مشواره في الكورة بدون ما يفوز بلقب المونديال مع منتخب الارجنتين، انا بشوف انه عندنا برضو الحقيقة على نفس المستوى صلاح ما ينفعش يختم ويبطل كورة من غير ما يحقق حاجة مع منتخب مصر، سواء على مستوى قارة افريقيا او على مستوى المشاركه في المونديال. يعني مش عارف يعني طبعا ده واللي بياكد كلام حضرتك طبعا هو اللي حققه منتخب المغرب، يعني منتخب المغرب منتخب عربي ومنتخب افريقي قدر ان هو يكسر كل الحواجز ويروح بعيد جدا في بطوله هي الاهم في على مستوى كره القدم في العالم كله، وهي بطوله كاس العالم. منتخب المغرب لا ما وقفش عند حد التمثيل المشرف او الكلام اللي احنا كان بيتردد ده، لا ده هو ده التمثيل المشرف بالظبط، يعني هو ارسى قاعده جديده ان التمثيل مشرف لازم يكون ان انت بتروح لبعيد جدا بالزبط. في البطوله فليه لا ان شاء الله يكون منتخب مصر بقياده طبعا محمد صلاح واحد من افضل لاعبي كره القدم في العالم ان شاء الله صحيح. 26 نكون احنا اللي بنحقق الانجاز ده ان شاء الله. بمناسبه صلاح تسيميكاس صفقه بديل اندرو روبرتسون في اليونان تقريبا بالظبط، الصوره دي كانت اعتقد في نزلت النهارده تقريبا في الامارات في دبي كانوا عاملين سفاري معسكر. وهو كان بيقول ان هو يعني صلاح زار اليونان، هو طبعا سيميكاس يوناني فبيقول ان صلاح زار اليونان كذا مره وانا قابلته، واحنا دايما بنستمتع بوقتنا مع بعض، وانا بشوفه شخص يعني كل على فكره كل الناس اللي ارتبط بصداقه مع صلاح لوفرين مثلا قبل كده سيميكاس وغيرهم الحقيقه دايما بيتكلموا بعيدا عن الكره والملعب، يعني انه صلاح شخص بسيط جدا متواضع جدا بالزبط.
يعني حتى اللاعبين المصريين اللي دايما محمد صلاح بيبقى داعم وسبورت قوي للعيبه المصريه الصغيرين اللي بينضموا لمنتخب مصر. يعني يمكن حضرتك لو تابعت اجواء معسكر منتخب مصر دايما هتجد ان اللاعبين المنضمين حديثا لمنتخب مصر خاصه صغار السن يعني بيلاقوا دعم كويس جدا وسبورت كبير جدا من محمد صلاح، بيحاول يدخلهم في الاجواء، بيتكلم معاهم عن المينتاليتي والعقليه، زي ما طلع عمر مرموش في احد اللقاءات وقال ان محمد صلاح قعد معاه في الفطار واتكلم معاه ان انت ازاي تشتغل على تنميه القدرات العقليه والذهنيه، ان انت ازاي تقرا بره الكوره وتثقف نفسك. يعني لا، محمد صلاح من الشخصيات اللي بتحب تفيد غيرها، خاصه اللاعبين المقربين ليه زي ما حضرتك قلت تسمي كاس من اللعيبه المقربين لمحمد صلاح في ليفربول. ايوه، من ضمن الحاجات يا احمد الغريبه عن انت عارف طبعا احتفالات الارجنتين وكلنا بنتابع على السوشيال ميديا بقى لنا يومين، في حاجات ما عجبتنيش بصراحه، يعني في حاجات فيها اكيد لقطه تطول او اساءه مارتينيز. يعني ما في حاجات ما هي دي اللقطه الملفت. والحقيقه كان يعني كنت اتصور من نجم بحجم ليو ميسي رد فعل ميسي دوت غريب جدا، ان انت ازاي حتى النهارده بدات التصريحات تقول ازاي ميسي يعني ازاي ساكت على رد الفعل الغريب ده جدا من مارتينيز. يعني لانه صديق ليه ده بالظبط، زميلك في ملعب وبتلعبوا في نفس ده الفريق. عشان كده في اول البرنامج قلت لحضرتك ان اعتقد في واحد من ميسي ومبابي مش هيبقى موجود في باريس سان جيرمان. ميسي طبعا رد فعله احدهما راحل يعني الموضوع صعب تماما. باين في بعد نهايه المباراه حتى في رد فعل مبابي، انا شايف ان مبابي اصلا حزنه الكبير قوي اللي فضل استمر معاه لفتره حتى بعد المباراه كان بسبب اكبر من الحصول على المونديال. السبب الاكبر بالنسبه لمبابي من وجهه نظري ان هو كان عايز يكسب ميسي. ده كان في صراع ما بينه وما بين ميسي، وهو الحقيقه ما قصرش. يعني مبابي انا بشوفه نجم المباراه والسبب الاول في استمرار فرنسا لغايه وصول لركلات الترجيح. عمل رقم مميز جدا ان هو وصل لثمان اهداف في بطوله كاس العالم بعد الظاهره طبعا رونالدو. مبابي يعني لو هنقول ان المنتخب الارجنتين قايم على ميسي فلا، الناحيه الثانيه نفس الكلام منتخب فرنسا قايم على مبابي طبعا. لكن اللي لفت نظري بقى فكره انه انت عارف انه الكره في امريكا الجنوبيه بين الارجنتين والبرازيل قصه كفاح طويل يعني لكن انت في الارجنتين يمكن واحد من اخبارنا النهارده ان هما البنك المركزي في الارجنتين قرر انه يصدر عمله عليها صوره ميسي، عليها صوره ليو ميسي. لكن الاغرب بالنسبه لي كان طبعا ده التصور بتاع شكل العمله 1000 بيزوز ارجنتيني، وكانوا يعني طبعا كان مطلوب ان العمله تبدا ب 10 رقم ميسي. لكن الـ الاغرب بالنسبه لي هو فكره انه الاتحاد البرازيلي يخاطب الاتحاد الارجنتيني عشان يقول لهم احنا عايزين نحط الفوت برينتس بتاعت رجل يعني او يعني بصمه اقدام ليو ميسي في ملعب الماراكانا. دي بالنسبه لي كانت علامه استفهام كبيره جدا. لا ما هو الفكره بان الحاجات بره تقريبا او مخاطبه رسميه دي غريبه جدا. دي غريبه لان تقريبا هم بره الفكره اتغير تماما. احنا ما فيش فكره ان الكره الملعب ده عشان برضو اللي ما يعرفش فيه بصمات اقدام عدد من اساطير يعني منهم طبعا رونالدينيو، منهم رونالدو نازاريو، منهم بيكن باور، منهم يعني في اسماء كتير جدا كانت اساطير. فبعد نجاح ميسي في الفوز بكاس العالم الاتحاد البرازيلي خاطب الاتحاد الارجنتيني قال لهم هاتوا لنا ميسي حط لنا بصمه. طبعا ميسي خلاص بقى قدمه في الماراكانا، عايزين يعلوا من قيمه طبعًا الملعب طبعا لما يعملوا حاجه زي كده. في بقى نقطه ان نيمار زميل مبابي وميسي كان بعد انتهاء المباراه مباشره كان نزل تهنئه لميسي وما نزلش بقى هارد لك لمبابي. العلاقه بين الثلاثي على فكره مش احسن حاجه. يعني هم بيحاولوا يظهروا ان هم قدام الكاميرات ان هم علاقتهم كويسه ولكن هي ميسي ونيمار طبعا بيرتبطوا ارتباط وثيق طبعا اكتر من علاقتهم بمبابي. يعني وده هياثر زي ما احمد قال من شهرين على فكره. الموضوع ده كان من شهرين قبل المونديال ان هم كان في كلام حتى ان مبابي خلاص اعلن في ان هو ماشي من باريس سان جيرمان. يعني حتى طلعت بعد ما جدد على طول لان كان باين جدا بيجيبوا لقطات كده في مباريات ما بين ميسي ومبابي ان مفيش حتى احتفالات مع بعض وان في مشكله دايره في الكواليس في الاوض. وبرده صعب على اوضه لبس انها تشيل ثلاث نجوم بحجم ميسي ومبابي ونيمار غريبه كل واحد فيهم نجم. يعني كان الله في عون الجهاز الفني والمدير الرياضي للنادي عشان تقدر تعمل البالانس وتحسس انه الثلاثه يعني يسخروا قدراتهم بشكل فيه ود وفيه تعاون. يعني في النهايه ده تيم ورك. يعني صح في كره القدم لعبه جماعيه. لو عندك اهم ثلاث اساطير في العالم والثلاثه بيكرهوا بعض اكيد ده هينعكس بالسلب على اوضه اللبس وعلى الفريق وعلى المستوى.
وقال لك مين المدرب الجريء اللي عنده الجرأة ان هو يقدر يخرج حد منهم من الثلاثة من الملعب. يعني دي كانت غريبة جدا. بوتشينو كان لما ماسك باريس سان جيرمان اخرج ميسي قبل كده ونزل اشرف حكيمي في مباراة في الدوري الفرنسي. الانتقادات كانت غريبة جدا. اللقطة فضلت مستمرة مع فترة كبيرة وكانت من اسباب برضو ان هي مثلا عجلت برحيله اعتقد ان هو معرفش يحتوي الثلاث نجوم. طيب هسيب التشجيع والانتماءات والالوان بتاعت المنتخبات واكلمكم على الكوره شويه. في كل مونديال بيظهر لنا نقله نوعيه، شكل جديد، طريقه جديده، فكر جديد. ايه اللي قدمه مونديال 2022 على مستوى كره القدم؟ ايه الطفره او ايه النقله اللي خرجنا بيها من كاس العالم؟ يعني يمكن النقله او الطفره اللي حصلت في مونديال 2022 اللي زي ما احنا قلنا ان كل فريق كان مآمن جدا، حتى الفرق اللي ما كانش ليها، مش هنقول فرق صغيره، اللي ما كانش ليها تاريخ كبير في كاس العالم، شفناها قادره تعمل نتائج ومفاجآت كبيره جدا حتى في الادوار الاولى من البطوله. كل مدرب ما كانش غابت المدارس الدفاعيه تماما في المونديال ده. انا ملاحظ غابت المدارس الدفاعيه. موضوع دي واحده من الملاحظات اللي الناس كلها حست بيها. مفيش فرق، او يعني دايما انا كنت بقول المصطلح فارق دابت ده على كل مستويات، حتى المنتخبات اللي خرجت من دور المجموعات لعبت مباريات. شفنا الكاميرون بتفوز على البرازيل، شفنا تونس بتفوز على فرنسا، شفنا الفرق الصغيره او اللي ملهاش، حتى فرق اللي ملهاش ارهاقت المنتخبات كندا وسويسرا والحاجات دي. كوستاريكا عملت مفاجاه كبيره جدا، كسبت اليابان. يعني الفرق اللي ما كانش ليها تاريخ كبير، لا خلاص بقى مصطلح الكره الدفاعيه. كمان يمكن غابت ايطاليا فغابت بقى الكره الدفاعيه. طبعا ايطاليا برده واحد من المنتخبات اللي احنا افتقدناها، ايا كان تتفق او تختلف مع طريقه لعبهم، ولكن عملاق من أربعة كاس عالم يا جماعه. المنتخب واخد 4 كاس عالم. فلا هي دي يمكن ابرز النقاط اللي كانت في مونديال 2022، غياب الكره الدفاعيه تماما وتحول الفكر عند المدربين للفكر الهجومي واللعب المفتوح. في نقطه كمان يا استاذ احمد عايز اتكلم فيها في موضوع المدربين، بما اننا اتكلمنا عن المدربين. احنا لو جينا قبل البطوله واتكلمنا مثلا شفنا مين اكبر اسم في المدربين، هنجد مثلا لويس انريكي مدرب ليه تاريخ كبير جدا وحقق انجازات وحقق بطولات. عندنا هانز فليك، عندنا حتى في المنتخبات القليله عندنا كيروش في مع ايران ليه اسم كبير، درب ريال مدريد ودرب مانشستر يونايتد. ولكن اسم بس. البطولات المجمعه اسم بس ما احنا بنتكلم كاسماء اسماء كبيره جدا عندها فيدباك كويس قوي في الانديه والمنتخبات. ولكن لما نجد بقى في البطولات المجمعه ليها طبيعه خاصه، يعني نجد ان واحد زي سكالوني كان بيعمل مساعد لدى ساو باولي في اشبيليه، وبعد كده تولى منصب مدرب المنتخب الارجنتين بصفه مؤقته والجمهور اعترض وكان في انتقادات كبيره جدا، ولكن بعد وقت قليل قدر يفوز بكوبا امريكا وبعد كده كمل لحد على فكره هو عانى كتير جدا في تصفيات امريكا الجنوبيه المؤهله للمونديال، حتى هو قال بعد انتهاء المباراه النهائيه قال ان هو بعد تعادله مع منتخب البرازيل في اخر مباراه، المباراه اللي ضمنت وصول الارجنتين لكاس العالم، قال ان هو اجتمع مع ميسي قبل مغادره ميسي للمعسكر وقال له انا حاسس ان احنا مش هنعمل حاجه. فميسي قال له احنا هنسعى وهنجتهد وممكن نوصل وممكن لا، بس على الاقل هنبقى سعينا. فهو قال ان الجلسه دي فرقت معاه جدا هو كمدرب في المشوار اللي بعد التاهل، وفاجئ الجميع طبعا انه توج بلقب كاس العالم، اغلى واهم لقب. فالبطوله دي اثبتت كمان ان البطولات المجمعه ليها طبيعه خاصه عند المدربين. طبعا مفيش شك، وده يمكن احنا بنحسه قوي مع المنتخب المصري. احمد ايه اللي لفت نظرك؟ ايه الجديد اللي شفته او يعني تابعته في لفت نظري؟ طبعا التنظيم، تنظيم بالنسبه لي ملفت جدا، واعتقد ان يعني مهما يجي كاس عالم القادم لا ما تراهنش على دي قوي. اما انا متوقع من امريكا هيبقى موضوع امريكا كندا ومكسيك بس يعني الفكره، لكن ده ما يقللش ابدا انه دي واحده من افضل ان لم تكن افضل نسخه حتى اللحظه. فكره يعني ان انت كمان بتجمع الاساطير دي كانت جميله جدا. يعني حتى فكره ان انت بتتفرج في كل مباراه تلاقي ابراهيموفيتش موجود وتلاقي حتى روبرتو باجيو. ايوه رجعك، شفت كمان ناس يعني كنا نفسك تشوفهم، رجعك ليهم تاني. روبرتو باجيو وباتيستوتا، لا كانت كتيره، وباتيستوتا ريفالدو. فرجعك لكاس عالم 94 و98 لكل الحاجات اللي انت الناس اللي ما شافتهاش بالظبط. فعملوا حاجات يعني اعتقد كانوا بيفكروا. وطبعا اللقطه اللي اعتقد مهمه جدا لقطه العبايه القطريه اللي في مشهد النهايه دي، يعني ذكاء كبير جدا ان هتفضل دايما مترسخه جوه الاذهان. دي لقطه المونديال اعتقد لقطه مهمه جدا للتاريخ يعني طبعا. فدي لقطه برضو من ضمن الحاجات لفتت انتباهي. الحاجه الثالثه
ما بقاش فيه منتخب كبير بيخوف. دي حاجة مهمة جدا في المونديال قطر 2022، ما فيش المنتخب الكبير اعتقد ما بقاش ليه الرهبة اللي كنا بنشوفها في المونديالات اللي قبل كده. شفنا منتخب كوستاريكا بيكسب المنتخب الياباني اللي كسب المنتخب الالماني والمنتخب الاسباني، شفنا منتخب السعودي حتى بيكسب حامل الاكوادور بالظبط. الاكوادور ظهر بشكل محترم جدا. انا عايز اقول لك ان المنتخب السعودي الوحيد اللي كسب المنتخب الارجنتيني، المنتخب التونسي الوحيد اللي كسب المنتخب الفرنسي. فدي من ضمن الحاجات اللي بينت ان ما بقاش فيه رهبه طبعا خالص، بينت ان المنتخبات العربيه بقى لها شأن كبير جدا في المونديال. الحاجات دي كلها اعتقد ايجابيات مهمه جدا. المنتخب المغربي كنا متوقعين طبعا يوصل، بس ما توقعناش ان هو يوصل ان يعلي سقف الطموح، ده على سقف الطموح ان هو ممكن ياخد المونديال. يعني انا شايف ان من كتر من اسباب خساره المنتخب المغربي في مباراه قبل النهائي ان هو بص على المونديال، هو الضغط زاد عليه. يعني هو كان بيكسب المنتخب الاسباني والمنتخب البرتغالي في الوقت اللي ما حدش متوقع. وانا بس في الحته دي شايف انه لو مشواره كان ابسط شويه كان ممكن يعمل حاجه على منتخب فرنسا، لكن انت بتتكلم على منتخب لاعب كرواتيا ولاعب اسبانيا ولاعب اسهل من الارجنتين ولاعب البرتغال، مشواره اسهل مشوار في الاربعه طبعاً. اللي وصلوا المنتخب الارجنتيني ما قابلش غير مواجهه قويه خالص هي المنتخب الفرنسي. صحيح، يعني طول الطريق خالص انه اعتقد منتخب من العرب طبعا خالص. اعتقد مين نجوم المونديال؟ في نجوم بالتاكيد ودعوا ومش هيظهروا في مونديال 2026، نجوم كبار زي رونالدو وميسي وليفاندوفسكي وبنزيما رغم انه ما شاركش طبعا في النسخه دي، وغيرهم كتير على مستوى العالم، لكن بالتاكيد في نجوم اتولدت في المونديال ده. خلينا نشوف من وجهة نظر بلال وأحمد مين هم نجوم مونديال الجدد في 2022. بس نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. إيه هي أسماء النجوم اللي جاي؟ يعني المونديال ده قدم لينا مجموعة من الأسماء بصرف النظر عن نتائج منتخباتها، خلينا نقول نجوم اتولدوا في قطر 2022. خلينا نسمع رأي أحمد وبلال. هبتدي مع أحمد. مين يعني قول لي الاول اول اسم، مش عايز كل الاسماء، قول لي اول اسم بالنسبه لك اهم نجم اتولد في البطوله من وجهه نظر احمد مصطفى. طبعا بلينجهام اول اسم. بس بلينجهام ما اتولدش، هو ما اتولدش، هو ممكن مولود كولا موانيه لاعب في المنتخب الفرنسي. انا شايف ان موانيه ده عمل هو سبب من اسباب التعادل في مباراه النهائي. نزل قلب المباراه تماما، عنده سرعات وعنده قوه. هو للاسف يعني تصدر له مشهد النهايه كان يحول النتيجه تماما في الدقيقه 120، فدي كانت لقطه مش هيفضل مش هينساها بسهوله طبعا. ينساها صعبه جدا. كان ممكن يتصرف افضل من كده. فاعتقد ان هو ده بالنسبه لي ما كانش حد ممكن في قبل المونديال يعرف كولا موانيه، فلعيب كويس جدا. ده اول اسم عند احمد، اول اسم عند بلال. انا طبعا وانا كنت قلت قبل انزو انزو طبعا، وهو فاز بافضل لاعب من اول ما جه القناه، مش اول ما دخل الاستوديو، من اول ما دخل القناه بيقول لي انزو. انا قلت لك على انزو انزو فرنانديز انا اتكلمت عليه والله. وهو طبعا كان عنده حسن الظن، قدم مباراه كبيره جدا، فرق على فكره. وما كانش ابتدى البطوله، يعني هو كان بدا يدخل من مباراه المكسيك واحرز هدف مميز جدا، الهدف الثاني في مباراه الارجنتين والمكسيك. بعدها بقى بدا يحط رجله في التشكيل الاساسي للمنتخب الارجنتين، وفرق جدا في نص الملعب، وكافئوا الفيفا باختياره افضل موهبه صاعده. اللاعب الثاني طبعا اللي لفت الانظار هو عز الدين اوناحي، لاعب المنتخب المغربي، موهبه يعني هتبقى ليها شان كبير جدا في الكوره. كورته حلوه قوي، لعيب حريف وخفيف وحركته مميزه جدا، بيعرف يتحرك من غير كوره كويس قوي، بياخد اماكن لطلب الكوره غير تقليديه. هيبقى ليه شان في الفتره الجايه وفي السيزون الانتقالات الجايه، اعتقد ان هو هيروح في مكان بقى. انزو كويس من الارجنتين واناحي من المغرب. ونروح للرابع لاعب عند احمد مصطفى. لفت انتباهي لاعب في دور المجموعات في منتخب السعوديه، كان اسمه سعود 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 باك رايت، كان بيلعب باك رايت في المنتخب السعودي. هو لعب في ثلاث مراكز في دور المجموعات كله، لعب باك رايت ولعب ماتش باك ليفت، فاعتقد ان هو ولعب كمان في نص الملعب. انا لفت انتباهي جدا، لعيب سريع ولعيب عنده امكانيات، وكان سبب في فوز حتى مباراه منتخب الارجنتين. ده لعيب انا شايف ان هو كان بالنسبه لي مميز شويه. جاكوبو هولندا ما عرفتش. انا عايز اقول ان احنا نسينا واحد من اهم المواهب واكتشافات المونديال، جفارديول، المدافع كرواتيا بتاع كرواتيا اللي كان لابس الماسك. بس هو عنده 20 سنه في ماتش بصراحه كان سبب الاسباب برضه، يعني خلص عليه ماتش الارجنتين الصراحه. على مستوى الاداء الفردي والجماعي حسب كل الاحصائيات والكل الاستفتاءات اللي اتعملت، مفيش مدافع على مستوى مباريات البطوله كلها قدم اداء افضل من جفارديول. والنهارده بعد انتهاء البطوله كل الانديه الكبيره، مان سيتي، ريال مدريد، ليفربول، كل الانديه، برشلونه، كلهم مهتمين بضمه. لاعب موهبه هيبقى ليها دور كبير جدا، وهيبقى ليه تواجد في الفتره الجايه في اكبر الانديه الاوروبيه. قدم مستوى اهم الصفقات اللي تم الاعلان عنها او اقتربت من الانتهاء واحنا داخلين على الميركاتو الشتوي بعد المونديال. لعيبه تالقت وهتنتقل من نادي الى اخر. احمد
يعني في يعني في لسه في لسه في كلام عنها؟ كله في اطار المفاوضات طبعا. احنا اعتقد لسه ما اعتقد سفيان مرابط قريب جدا من نادي ليفربول، عمل مونديال خرافي من اهم، مش هقول اهم لاعب في منتخب المغرب، لا هو من اهم لاعيبه المونديال، لاعب مهم جدا، بونو مهم، زياش مهم، حكيمي مهم، بس سفيان مرابط اعتقد كان هو اللي منجح طريقه لعب الوليد الاجراجي. كان لعيب انا شفته في ماتش كرواتيا، في ماتش كرواتيا يعني كلمه مقاتل قليله قوي، يعني لعب مساك أيوة. في اخر المباراه خالص لما بدا يجازف، لا لا لعيب مقاتل، لعيب انا يعني كمدرب او كمشجع تحطه وتبني التشكيل عليه، تبني التشكيل عليه، لعيب مهم جدا. عمله مع مبابي وقطع الكره من غير فاول، دي بتبين ان هو عنده قدرات بدنيه وذهنيه كويسه جدا. لا انا شفت السبرنت ده من كاميرا الجمهور، يعني من حد من الجمهور وهو قاعد بيشوف المباراه في الملعب، وصور السبرنت ده فصل يعني واخد وش صدره لفوق ووشه ده سبرنت عسكري مش سبرنت كوره، يعني واخد سبرنت ونجح كمان ان هو يلعب على الكوره ويستخلص الكوره ويقوم يعمل الكوره براس بصراحه. يعني بالنسبه لي في لعيب كمان، يعني ما اعرفش بقى ممكن هيكمل في اتلتيكو مدريد ولا لا، بس انا بالنسبه لي مفاجاه المونديال بالنسبه لي وفاجئ الجميع هو جريزمان. جريزمان بالنسبه لي من اسباب صعود منتخب فرنسا للنهائي. جريزمان كان انا اعتقد انا اتفاجئ بالمركز الجديد طبعا، هو اول مره يلعب في المركز ده، هو لعب في مركز 8 في نص الملعب، كان كان تقريبا حتى يعني نزل له تقريبا كانتي نزل له على الانستجرام ان هو قال له يعني جريزمان كانتي، يعني ان هو تشبيه ان هو انت عامل دور كانتي، دور كانتي يقولوا طبعا كانتي. فجريزمان اعتقد كان دوره غير 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 طبيعي، اعتقد تكتيكيا ديشامب كان من اهم اللعيبه ليه، فجريزمان اعتقد ممكن ما يكملش في اتلتيكو مدريد، خاصه انهم خلصوا فكره كان في كده في عقده ان هو بيلعب بالظبط لمده 35 دقيقه عشان ما يدفعش رقم معين مع برشلونه، فدي اعتقد خلاص اتحلت، فممكن بنسبه كبيره يمشي من اتلتيكو مدريد الموسم القادم. انا باخد برضو من اتلتيكو مدريد واقول ديبول طبعا واحد من اهم اللاعبين ومن اهم العناصر اللي ساعدت ميسي على التتويج بكاس العالم، مجهود جبار خلال 90 دقيقه، رقم 7 في الارجنتين. ديبول يعني يمكن جريزمان وديبول الاثنين على فكره زي ما قال احمد، جريزمان وانا بقول ديبول الاثنين يمكن مش خادمهم شويه ان هم يظهروا بالشكل اللي ظهروا بيه في المونديال، طريقه لعب سيميوني في اتلتيكو مدريد طبعا هو بيعتمد اكتر على الكره الدفاعيه المقاتله الشراسه في استخلاص الكره، الكلام ده كله ما بيلعبش ما يهتمش ان هو بيقدم كره جميله. انا نفسي المسؤولين في اتلتيكو مدريد، انا ما بشجعش اتلتيكو يعني بس يغيره. بس بحب لعيبته بصراحه، يعني بحب جريزمان وبحب كاراسكو وبحب جواو فيليكس، بحسهم لعيبه كوره. نفسي يغيروا سيميوني بالظبط، طول قوي يعني، هم لو غيروا سيميوني طبعا حقبه سيميوني طولت قوي بصراحه، وما بتحقق يعني في النهايه هو وصل هو حظه طبعا سيء جدا، وصل الاثنين فاينل، ده اغلى مدرب في العالم يا بلاي، مدرب يعني على اغلى مدرب في العالم، عمل زي كوبر كده لما وصل مع انتر ميلان اثنين فاينل دوري ابطال اوروبا وخسرهم. سيميوني وصل اثنين فاينل وكان حظه بقى قدام ريال مدريد. لا بس انا حاسس ان السكواد ده محتاجين يجددوا، لو راح لهم مدرب جديد بالظبط ممكن يعمل حاجه مع يعني. هل لديكم اقوال اخرى فيما يتعلق بالمونديال؟ عايز اتكلم على الاهلي معاكم شويه. ماشي احنا هنتكلم على الاهلي، بس يعني اخر حاجه نقول ان بنشكر قطر طبعا على خارج بقى بعيدا عن كره القدم على تصميمها من اول يوم ومن قبل المونديال على الاحتفاظ بالهويه العربيه والثقافه والتراث العربي، نقلنا للعالم صوره مشرفه جدا عن الشعوب العربيه، ان احنا قادرين ان احنا نستقبل العالم كله عندنا، قادرين ان احنا نتعامل مع كل الثقافات بدون ما نتعدى على حد، بدون ما يعني يكون في اي حاجه خارجه او اي مشكله حصلت حقيقي. كل جمهور العالم جه لقطر، ما حصلتش مشكله واحده، ما حصلش اي خلاف، كل المباريات تمت وانتهت على خير. فبجد لازم نوجه التحيه زي ما وجه انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الفيفا، قال ان نشكر قطر على افضل نسخه في تاريخ كاس العالم. احنا عايز اقول حاجه بس للاعب، يعني اعتقد ان قطر 2020 انصفته وهو سبب في تتويج المنتخب الارجنتيني، وكان سبب كمان في كوبا امريكا هو ديماريا. ديماريا لاعب يعني اعتقد مظلوم اعلاميا تماما، ليه سبب كبير جدا في ان هو يعني يبقى 2-0 خروجه قلب المباراه تماما. تاني يوم الماتش قلت ان خروج ديماريا ونزول كومان هو ده قلب المباراه تماما، قلب المباراه تماما، لان كمان اوكونيا لا كوني بتاع قصدك بتاع ديماريا ونزول كومان كومان في فرنسا طبعا يعني ديماريا خرج من من ارجنتين، كومان نزل فرنسا الماتش ده. اسكالوني عمل حركه، انا بصراحه اسكالوني عمل حركه ذكيه جدا لما لعب فاجئ طبعا منتخب فرنسا بديماريا، لان بقى ثلاث ماتشات ما بيلعبش وكمان لعبه في نقطه ضعف المنتخب الفرنسي من اول المونديال اللي هو كوندي اللي هو اصلا مش مكانه باك رايت، هو اصلا بيلعب مساك. فديماريا بالنسبه لي هو كان سبب في تتويج المنتخب الارجنتيني بالمونديال. مش هتتحاسب له برضه، مش هتتحاسب لميسي، لا وكوبا امريكا برضه هو اللي
مباراه. في حاجه كمان الناس ناسياها غير كوبا امريكا والمونديال، اولمبياد 2008 دي ماريا هو اللي احرز هدف الفوز على نيجيريا وكان سبب تتويج الارجنتين، وهو اللي بيعيط وميسي بيضحك. صحيح. دي غريبه يعني. يعني حقيقه استمتعنا بجرعه. صحيح النقله الى حد كبير صعبه، لكن عندنا بالنسبه لنا كاهلاويه موسم، مش موسم، سنه، عندنا سنه 2023 سنه مهمه جدا، سنه طويله جدا، سنه صعبه جدا، وده يخلينا نهتم بكل تفصيله صغيره حتى لو كانت مباراه في الدوري. شفتوا ماتش امبارح قدام فاركو ازاي؟ ايه اللي عجبكم؟ ايه البوزيتيف؟ ايه النيجاتيفز من وجهه نظركم؟ ابتدي بمين؟ ابتدي ببلال، يلا. يعني مباراه فاركو كانت جايه بعد تعادل طبعا ما عجبش حد. طبعا التعادل امام فيوتشر وفقد نقطتين، خاصه ان فيوتشر كان بيلعب ناقص واحد من الدقيقه 20، فيعني كان في حاله من عدم الرضا عند معظم الجمهور. كنا بننتظر طبعا مباراه فاركو. فريق فاركو دخل المباراه بتحدي طبعا ودوافع تولي ايهاب جلال للمسؤوليه، طبعا اول مباراه لايهاب جلال، ودي طبعا دايما مع اي مدرب جديد بيبقى شكل الفريق ودوافعه اعلى من السابق. النادي الاهلي نجح ان هو يحرز هدف طبعا مميز في بداية المباراة، هدف أحمد عبد القادر. اللي بيعيب النادي الأهلي أو الفترة دي حاليا إن أنت بعد ما بتبدأ تركب الجيم وتبقى خلاص ماشي في سكة إن أنت هتفوز بواحد واثنين وثلاثة، بتبدأ تدخل المنافس زي ما حصل في مباراة فيوتشر. حصل امبارح من هجمة كثافة، للأسف كان في كثافة عددية في نص ملعب النادي الأهلي، ست لاعبين، خمس لاعبين مع الشناوي، ست لاعبين من النادي الأهلي قدام اثنين من لاعبي فاركو، ومع ذلك تناقل لاعبي فاركو الكرة وان تو أكتر من مرة لحد ما وصلوا المرمى أو لحد ما وصلوا منطقة زي النادي الأهلي وأحرزوا الهدف. دي السلبية اللي أنا بعيب عليها على لاعبي النادي الأهلي في الفترة الحالية، إن أنت بتدخل المنافس الجيم في وقت أنت قادر تحسم المباراة من البداية بهدف واثنين وثلاثة. دي 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 نقطة. دي النقطة السلبية. النقطة الثانية لو عايز حضرتك تروح لها. النقطة الثانية إن أنا عايز من اللعيبة اللي موجودة دلوقتي، إن هي أنا حاسس إن في بعض اللاعبين فقدوا الدوافع، حسوا إن هم يعني عملوا فازوا باثنين أفريقيا، فازوا بكل البطولات تقريبا، بس ده يعني دي حاجة سلبية جدا إن أنت تفقد الدوافع، دوافع تحقيق المكسب والبطولات ديت، هتعمل حالة من الاستهتار، حالة من الدلع، حالة من عدم أو اللامبالاة بمعنى أصح عند اللاعبين. لا، ده مش مطلوب، مطلوب إن دايما يكون في منافسة. أختلف معاك في الجزئية دي، وما أعتقدش إنه أي حد، أنا ما بتكلمش على أسماء إكس واي زد، أي حد لابس تيشيرت النادي الأهلي يفقد الدوافع لأي شكل من الأشكال، وعارف تماما جدا إنه الهدف الأول والهدف الرئيسي ليه هو التتويج، مفيش حاجة تانية، دي شغلتك. تجديد الدوافع بقى. يعني إحنا بنتكلم يعني عن تجديد الدوافع. أنا فزت باثنين أفريقيا، فزت بدوري، فزت لسه بسوبر مصر. ده أنا أزود بس على كده إنه الدوافع المفروض تزيد، لأن أنت عارف إنك لازم تعوض الجمهور بالزبط. عن الموسم اللي فات طالع منه، يعني سيبك من كل التفاصيل اللي في النص، وفي النهايه النتيجه بالنسبه للجمهور مهم، حققنا ايه، القاب بالزبط. ايه بالزبط. انت السنه اللي فاتت وابتديت الموسم ده بدايه كويسه وخدت السوبر على حساب الزمالك وقدمت بشكل كويس على مستوى النتائج، انت ما عندكش اي مشاكل يعني، الناس ماشيه كويس جدا وكولر ماشي كويس جدا، لكن على المستوى اللي جاي هو ده اللي يمكن قلق الجمهور. الجمهور مش متضايق من النتائج او متضايق منك انت خسران حاجه، او انت بالعكس ما تعادلتش غير مباراه واحده، لكن الجمهور لما بيقلق على اللي انت رايح له. انت السنه دي 23 عندك هتبتدي كاس عالم، كاس عالم الانديه، هتبتدي تشامبيونز ليج، هتروح في اخر الموسم لسوبر ليج، وبالتالي كل ده بتبني عليه وبتقيم عليه مستوى. علشان كده انا قلت لحضرتك احنا محتاجين نجدد الدوافع، اللاعبين يبقى عندهم الدوافع، يخلقوا دوافع جديده زي ما حضرتك قلت، عايز افوز، عايز ارجع تاني للمشهد الافريقي بقوه زي ما كنت عليها، ارجع انا غايب عن الدوري بقالي موسمين بخسر لقب الدوري، عايز ارجع. فده كل ده محتاج تجديد دوافع بالظبط. طيب خلينا نروح لمستر كولر. في البعض بيرى انه ده مطلوب، فكره انك انت تعمل الروتيشن، فكرة انك تشوف او تبدأ كل مباراة بسكواد غير السكواد اللي انت بدأت بيه المباراة قبلها. الراجل واضح جدا انه مازال لغاية دلوقتي في اطار التجارب، يعني بيجرب يلعب تركيبات معينة مع بعض، اسماء معينة مع بعض، وبيجرب كمان لغاية دلوقتي لعيبة في مراكز مختلفة. شفنا اكتر من اسم ظهر في اكتر من مركز في كل ماتشات اللي لعبها نادي. هل ده طبيعي؟ هل ده منطقي وانت على بعد 30 يوم تقريبا او اكتر حاجه بسيطه من انك تبدا مشوار دوري ابطال مستوى منافسه مختلف، او بتبتدي برضو كاس عالم مستوى منافسه يعني في منتهى القوه؟ بص يا احمد، هو تقريبا دي النقطه السلبيه. انا شايف ان دي سلبيه جدا، ان انت الوقت ضيق جدا، ومستر كولر واضح جدا ان هو لسه ما حطش ايده على التشكيل اللي يقنعه. فباين جدا ان هو طبعا بغض النظر عن الروتيشن، لكن الروتيشن ما بيتعملش خالص في القوام الاساسي، الروتيشن طول عمره بيتعمل في اضيق الحدود.
واضح جدا ان هو في اغلب المباريات شفنا في مباراه فاركو الاخيره ان هو بيغير حتى الاثنين قلب الدفاع. فمباراه فيوتشر كان اثنين قلب دفاع مختلفين، مره لعب عبد المنعم وياسر ابراهيم الدفاع شويه لظروف اضطراريه يعني في اصابه لكن في ايقاف، لكن مباراه فيوتشر بتغير سته من العناصر الاساسيين، فده طبعا بيفقد النادي الاهلي الانسجام، وده شفناه في اغلب المباريات النادي الاهلي. النقطه السلبيه المهمه جدا اللي هو لازم ياخد باله منها ان طبيعه الدوري المصري غير كده. ايوه دي اعتقد وقع فيها برضو موسيماني. طيب الطريقه الامثل للتحضير للبطولتين، يعني احنا زي ما اتفقنا عندنا ماتشات صعبه. طاهر اعتقد شغال في المرحله الثانيه برنامج التاهيلي، فان شاء الله قريب جدا يكون داخل سكواد. وانا اعتقد طاهر هيكون اضافه كبيره لسكواد الاهلي طبعا. في التوقيت ده الطريقه الامثل او اسلوب الامثل لاستغلال الفتره المتبقيه، انا ما بقلقش قوي من الدوري، بشوف انه الدوري دايما فرصه لانك انت تعد نفسك بشكل كويس لانك رايح على دوري دور مجموعات قوي في تشامبيونز ليج، وهتروح اكيد كاس العالم طموحك انك تروح لبعيد، فبالتالي هتقابل فرق محترمه جدا وفرق عندها كور. الطريقه الامثل للتحضير للبطولتين دول في خلال الشهر اللي جاي ده بلال من وجهه نظرك وسريعا؟ طيب سريعا، انت ما تقدرش تقول ان احنا هنخش الدوري بشكل او استهداف ان انا احضر للمونديال او احضر لدوري ابطال افريقيا، لان لقب الدوري مهم جدا. فانا كمدير فني للنادي الاهلي انا مجبر ان انا اتعامل مع مباريات الدوري على انها مباريات بطوله، هبقى تحت ضغط كل مباراه ان انا مطالب ان انا اقدم اداء واخد 3 نقاط، فهو الراجل مش هيعرف يفصل بين مباريات الدوري، وده وضع اجباري فرض عليه ان انت كنادي اهلي مطالب في كل وقت انك تفوز بكل البطولات اللي انت بتشارك فيها. فانا اعتقد ان هو بس الطريقه دي ممكن تنفع في الدوري مش تنفعش بره الدوري. طبعا هو بقى انت دي تبقى مغامره كبيره جدا لو راهنت عليها في تشامبيونز ليج فرقه مجموعه فيها هلال وسان داونز وقطن كاميروني، وفي مونديال في كاس عالم في فلامينجو وريال مدريد والهلال والوداد واوكلاند سيتي. لا ما انا بتكلم في ايه، ان هو يعني مجبر اخاك لا بطل، هو الراجل مجبر ان هو يتعامل مع مباريات الدوري على انها مباريات بطوله ومباريات هامه. اللي يقدر بقى يستفاد منه في مباريات الدوري عشان سريع عشان ما نضيعش الوقت، ان هو يقدر يحط تصور زي ما حضرتك قلت ان المنافسات بعد او في بطولات ثانيه غير الدوري هتبقى اصعب من كده. فمين ايه هي الطريقه الامثل للتعامل مع منافسات اصعب؟ اتعامل مع مباريات الدوري على انها خير اعداد لمباريات دوري الابطال وكاس العالم. ابدا اهتم واحدد واحط ايدي، يمكن هو امبارح قال كلمه مهمه جدا، قال انا اشركت محمد شريف في مركز الجناح لاني ما عنديش لاعب جناح بيلعب برجله الشمال. فاعتقد ان كابتن سيد بعد المباراه قال ان في هيبقى في تدعيمات قويه في مع فتح باب القيد ديت مع العناصر. احنا برضو عندنا المشهد مش سوداوي قوي، احنا متصدرين الدوري بالظبط. احنا بنزعل لما بنكسب في الدقيقه الاخيره، بالعكس احنا بنزعل لما بنكسب زي ما انت بتقول. غيرنا النادي الاهلي عودنا على كده، عودنا على المكسب مع المتعه. احنا في الصداره لسه. أيوه. احنا احنا ان شاء الله المرشح الاوفر حظا للفوز بلقب الدوري، فان شاء الله يعني في مع التدعيمات مع احنا ما زلنا المرشح الاوفر حظا لتحقيق لقب الدوري ولقب دوري الابطال، ونتمنى ان احنا ان شاء الله في كاس العالم نقدر نحقق ونروح لبعيد، وشايف انه الاهلي يقدر على ده وعندنا من الوقت الكافي، بس الاهم ان احنا نحط ايدينا على مناطق الخلل، لانه اللي ما ينفعش ننكر انه في خلل لما تلعب قدام فيوتشر 70 دقيقه وهم ناقصين واحد، ولما تبقى متسيد مباراه في شوطها الاول وتيجي تتعادل وتفضل لغايه الدقيقه 96 عشان تحقق فوز، يبقى هنا لازم نقول انه لا في حاجه مش مظبوطه، لانك طبيعي جدا مع كامل الاحترام طبعا لمنافسينا في البطولات المحليه لما بتلعب تشامبيونز ليج او بتلعب كاس عالم انت بتروح لمستوى ثاني من المنافسه اقوى طبعا واعلى بكثير. اعتقد احمد ثبات التشكيل مهم جدا، النادي الاهلي محتاج ثبات تشكيل قبل كاس العالم للانديه، ده مهم جدا ليه، محتاج ان مستر كولر يحط ايديه على القوام الاساسي بتاعه ان هو يقدر يلعب او حتى يبدا لو عايز يدخل لعيبه معينه وعايز يجرب لعيبه. اعتقد ان عوده كهربا في يناير هتبقى اضافه جدا، ان هو النادي الاهلي فعلا بحاجه لجناحين مهمين جدا، هو طلب قال كده في المؤتمر الصحفي فعلا محتاج جناح يلعب برجليه الشمال، فده اعتقد هيبقى من ضمن التدعيمات ديت مع عوده كهربا هيبقى حل مهم جدا، مع وجود عبد القادر وعوده طاهر طبعا من الاصابه، كل ده هيبقى طبعا شايف ان هو ميزه للنادي الاهلي. مشكله النادي الاهلي اعتقد في مركز راس الحربه، عنده ثلاثه في مركز راس الحربه، هو لاعب بمحمد شريف فاعتقد شايف محمد شريف برده ما اقنعهوش، لعب شادي حسين ما اقنعهوش، لعب بيرسي تاو اقنعه اتصاب، فدي كان سوء حظ يعني، بيرسي تاو لما لعب احرز في مباراه المحله فده اقنعه تماما، المباراه الثانيه اعتقد هو اتصاب فيها، فدي من ضمن الحاجات اللي هو كان شايف عامله له ازمه. هو اكيد حاطط معتقد مقتنع تماما بمحمد عبد المنعم ومحمود متولي في مركز قلب الدفاع لان هم مهمين جدا في خطه مستر كولر. بص يا ابو حميد، كل لعيبه الاهلي مهمه، مفيش لعيب في اي مركز من اول حراسه المرمى لغايه راس الحربه
يستطيع ان يتحمل موسم طويل وممتد زي الموسم المقبل بحجم منافسات الاهلي. لاعب مطلوب منه يلعب كاس عالم انديه، لا مطلوب منه يلعب تشامبيونز ليج، مطلوب منه يلعب سوبر ليج، مطلوب منه يلعب دوري وكاس محليين، وبالتالي انت محتاج القوام الرئيسي للفريق يكون بتتكلم على 30 لعيب جاهزين وعلى نفس المستوى وفت، لانه بالتاكيد مع الكم الكبير من المباريات وضغط المباريات هتكون ضغطه كبيره جدا على لاعب مهما كان مستواه ومهما كانت كفاءته البدنيه واللياقه البدنيه. مانويل جوزيه استاذ احمد جاب محمد عبد الله في نهايه 2006 ما حدش كان خالص يتوقع واشركه في المباراه النهائيه، فاي لاعب حاجز مكانه في الاولي واخد مكان في القائمه متوقع جدا انه في اي وقت الفريق يحتاجه فلازم يبقى جاهز. عندنا مباراه مهمه جدا مع سموحه ان شاء الله هنلعبها على ملعب الاهلي ويا السلام، هيكون كلام طبعا معاكم في السادسه مستمر، هنكون معاكم قبل الحلقه بيوم ونتكلم على تفاصيل الاستعداد لمباراه سموحه المهمه يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله. بشكر ضيوفي احمد مصطفى بلال محسن على تشريفهم وعلى وجودهم معنا، استمتعنا بيكم، كل سنه وانتم طيبين، مولد ونفض ونستنى اربع سنين ان شاء الله، وباذن الله النسخه اللي جايه كاس العالم يكون مصر موجوده بقى ان شاء الله باذن الله رب. ولا ايه؟ لو هنوصل كمان دور متقدمه ان شاء الله مع زياده عدد الفرق ان شاء الله. نورتوا الدنيا، بشكركم شكرا جزيلا، بشكركم على المتابعه على كل خير، دايما نتقابل في السادسه، تحياتي لكم.